مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كورونا تغطية خاصة. لا يعرف الفيروس حدودا ولا يعرف التفرقة، المال أو السلطة، لون البشرة والدين، العالم الصناعي أو النامي، فجأة أصبحنا جميعا متساوين تقريبا. وهكذا اتضح أن العديد من الدول الصناعية الكبيرة تبدو عاجزة بشكل غير عادي في هذه الأزمة. فشل العالم الغربي في مجابهة الوباء، هذا هو موضوعنا اليوم. لكننا نتطلع أيضاً إلى الأمام، إلى حيث تعود الحياة إلى طبيعتها مجدداً. يبدو أن الصين قد تغلبت إلى حد كبير على الوباء، وفي كينيا أيضاً بات بإمكان الأطفال بعد البقاء لأشهر في المنزل العودة إلى المدرسة. لكن البداية من الولايات المتحدة، حيث أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا وأكبر عدد من الوفيات في العالم. الفيروس يضرب هنا دون رادع، الناس يموتون وتتدمر سبل العيش. في واشنطن كما في أي مكان آخر في العالم تقريباً تضررت المطاعم بشدة، العديد من الناس يمكنهم بالكاد رؤية مخرج، متاجر وحانات مغلقة. ضربت الجائحة مركز واشنطن بشدة. زاك هوفمان في طريقه لأخذ لمحة عن الوضع الحالي، فالعاملون مثله في قطاع المطاعم كانوا من أوائل من فقدوا وظائفهم. زاك هو النادل الوحيد الذي احتفظ بوظيفته لدى رب العمل، لكنه لا يعرف متى سيصبح بين العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، والبالغ عددهم 19 مليون شخص، وهو قلق مما سيحدث له بعد ذلك. أسكن في شقة مستأجرة وكنت محظوظاً بتأجيل دفع الإيجار لمدة شهر. كثير من الناس لا يتمتعون مثلي بعلاقة جيدة مع المالك. قد يضطر الكثيرون إلى مغادرة المدينة أو بيع سياراتهم، أو أنه ببساطة سيتم طردهم في هذه الحالة من شقاقهم. إنه يخشى انهيار الوضع في العديد من المطاعم، كون الحكومة غير قادرة على صرف حزمة مساعدات أخرى لمواجهة كورونا. لن يكون لدينا مساحة كبيرة لاستقبال الضيوف في الشتاء. من المستبعد أن تتمكن المحال الصغيرة من الصمود والبقاء. وعندما تنهار المحال الصغيرة، سيؤثر ذلك على النسيج الاقتصادي كله في كامل البلاد. ماذا يعني له شخصياً إذا لم يكن هناك دعم إضافي من الدولة إلى أن تتشكل الحكومة المقبلة في يناير؟ هذا ما لا أحاول التفكير فيه، لكنه أمر يسبب لي الأرق ويحرمني من النوم. أخشى أن ينتهي المطاف بي أو بأحد أصدقائي هنا. يخشى الكثيرون منا أن يطردوا من منازلهم في مطلع العام المقبل. فإذا لم يحدث شيء ولم نحصل على مساعدة، فمن المحتمل جدا أن نصبح جميعنا مشردين بلا مأوى أو نضطر إلى ترك المدينة، وهذا ما يبعث فينا الخوف حقا. الخوف من فقدان كل شيء شعور سائد في الولايات المتحدة كلها، وليس فقط هنا في واشنطن. فكلما ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا وزاد إغلاق المحال، زاد احتمال أن تتحقق مخاوف زاك. لندن التي تشتهر بأنها نابضة بالحياة تبدو مهجورة تماماً. شوارع خالية، وهذا منذ شهور، وأكثر ما يفتقد فيها هو أصحاب الأعمال، فمعظمهم يعملون الآن من المنزل، وهذه الحال ستستمر لبضعة أشهر أخرى للبعض، وربما دوماً للبعض الآخر. مدينة تتغير وليس فيها ما يبشر بعودة نمط العمل المعتاد فيها. التوجه الشتوي الحالي هنا في لندن كمامات تتناسب مع البدلة يتم تفصيلها حسب الطلب من قبل دين هوك. منذ أكثر من 100 عام تسير أعمال تفصيل البدلات على ما يرام، إلى أن جاءت الجائحة. خلال الأشهر الستة الماضية لم يبع هوك بدلة واحدة. أنا الآن بحاجة إلى زبائن، عليهم العودة، نحن بحاجة إلى الحياة الطبيعية. لكن بوريس جونسون يقول الآن إن من يستطيع العمل من المنزل عليه أن يفعل ذلك أيضا خلال فصل الشتاء. إنها كارثة لخياط البدلات.
هل يريد جونسون لنا أن نفلس؟ المتاجر الصغيرة هي التي تعاني وليس السلاسل التجارية الكبيرة. أنا بائع تجزئة ولا أملك سوى هذا المحل، وعلي أن أحافظ على وجودي. التاسعة صباحاً، إنها في الواقع ساعة الذروة هنا في مركز لندن المالي، ولكن ليس في زمن كورونا. فراغ كما في مدينة أشباح. يقول خبراء إن التباعد الاجتماعي صعب بشكل خاص في المباني الشاهقة، وسيكون مكلفاً حقاً جعل المكاتب آمنة من عدوى كورونا. فمثلاً قالت شركة موقع تويتر لموظفيها إن بإمكانهم العمل من المنزل دوماً، وتخطط شركة بريتش بتروليوم لبيع عدد من مبانيها أكثر من أي وقت مضى. العديد من المستأجرين لدينا يعيدون التفكير تماماً في كيفية تصميم غرف مكتبهم. أنا واثق تماماً من أن أسعار الإيجارات لن تستمر في الارتفاع، ولكن ستستقر أو ربما تنخفض. يعتقد كلارك أن لندن ستجتاز هذه الأزمة كما اجتازت أزمات كثيرة قبلها، لكن حالياً تبقى المدينة في حالة جمود، ولا يعرف أصحاب المتاجر والحانات والمطاعم ما يمكنهم فعله حتى يمر الشتاء بسلام. ليس لدينا حجوزات لموسم أعياد الميلاد ولا حتى حجز واحد. من الآن فصاعداً سيكون البقاء للأقوى كما يقول خياط البدلات دين هوك، وهو يأمل في أن يكون من بين الأقوياء. يحذر رئيس الجمعية الطبية العالمية فرانك أولريش مونتغومري من أن سكان العالم سيتعين عليهم التعايش مع فيروس كورونا المستجد لسنوات قادمة، كما جعل الطبيب الألماني الآمال تتلاشى في الحصول على لقاح، وقال حتى لو تم إيجاد لقاح حتى العام المقبل فسيستغرق تطعيم الجميع 3 سنوات. أجرى علماء بريطانيون أبحاثاً على مواد الكمامات الأكثر فعالية في صد الهباء الجوي، ووجدوا أن الكمامات المصنوعة من السليلوز جيدة، وكذلك الكمامات القطنية المصنوعة يدوياً، بعكس كمامات الصوف عديمة الفائدة أو حتى الضارة، لأنها تجعل ذرات الرذاذ تنتشر أكثر. الصين، حيث بدأ الوباء وانتشر في كافة أنحاء العالم، نوع جديد من الفيروسات يتفشى، تبع ذلك إغلاق مشدد وسياسة رقابة كاملة. ثم انتقلت الصور حول العالم وبعدها الفيروس، والآن يبدو أن الصين قد تغلبت إلى حد كبير على الجائحة. بداية شهر أكتوبر هي أهم موسم سفر في الصين. يحصل أغلب الموظفين على عطلة لمدة أسبوع بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني. إنه موسم الذروة لزيارة أماكن سياحية مشهورة كالقصر الإمبراطوري الذي يجتذب 14 مليون سائح سنوياً. هذا هو أول موسم سفر هذا العام في بكين، فقد أصابت الجائحة المدينة بالشلل في الشتاء الماضي، وتم إغلاق كل المعالم السياحية المهمة، وفرضت قيود مشددة على السفر. بعد 8 أشهر تمكنت الصين من السيطرة على جائحة كورونا. انتهت عملياً الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد، وبدأ الناس يستمتعون بالعودة إلى حياة شبه طبيعية. قضيت 6 أشهر قابعاً في منزلي، بدأت بالخروج مجدداً قبل فترة قصيرة، وأشعر وكأنني استعدت حريتي. من الرائع أن الفيروس لم يعد قادراً على إفساد حياتنا. نحن الصينيين نعتقد أن بلادنا تعاملت مع الجائحة بأسلوب صحيح. ما زالت الإجراءات الوقائية سارية، وعلى الزائرين استخدام تطبيق صحي في الهاتف الذكي لتسجيل زيارتهم في أماكن محددة. المعالم السياحية حددت أعداد الزائرين، وبحسب التقديرات يسافر 550 مليون شخص هذا العام، ما يعادل ثلثي العدد في العام الماضي. عاد الاقتصاد الصيني لتسجيل النمو مجدداً. اجتذبت الاستثمارات في البنية التحتية ومواقع البناء في المدن العمال مجدداً. ورغم ذلك فالنمو الاقتصادي أقل بكثير مما كان عليه في الأعوام الماضية. معدلات الاستهلاك ما زالت منخفضة بشكل خاص. الشركات خفضت الرواتب وألغت مكافآت الموظفين. وفي بكين يمكن رؤية آثار الأزمة. حذر الخبراء منذ فترة طويلة من اختلال توازن الاقتصاد في الصين بسبب قوة الاستثمار وضعف الاستهلاك،
وجائحة كورونا عمقت هذا الاختلال. بعد انقطاع دام 7 أشهر عاد التلاميذ في كينيا إلى المدرسة، ولكن حالياً فقط الفصول التي يتعين عليها إجراء امتحانات في غضون 4 أشهر. الحكومة أجلت إعادة الفتح عدة مرات بسبب تساؤل أولياء أمور وخبراء في مجال الصحة عما إذا كانت المدارس مجهزة جيداً لضمان الوقاية من عدوى كورونا. جينيفا في غاية السعادة لأنها عادت إلى المدرسة بعد 7 أشهر في المنزل. يمكنها أخيراً رؤية صديقتها المقربة ميرسي مرة أخرى. كنا نلعب معاً دائماً ونذهب للسباحة معاً ونفعل كل شيء سوياً. افتقدت ذلك كثيراً. كنت أشعر بالملل في المنزل. لا يوجد أطفال حيث نعيش، لذلك بقيت في المنزل معظم الوقت. والتر والد جينيفا سعيد أيضاً بعودة ابنته إلى المدرسة بدلاً من بقائها في المنزل، ومع ذلك كان قلقاً على سلامة ابنته عندما علم بإعادة فتح المدارس. جئت إلى هنا للتأكد من الحفاظ على التباعد. إنها الآن مسؤولية المعلمين. عندما يعود الأطفال إلى المنزل فإن هذه مسؤوليتنا كآباء وأمهات، ولكن عندما يكونون في المدرسة تقع المسؤولية على عاتق المعلمين. غسل اليدين قبل وبعد كل استراحة أمر إلزامي لكل تلميذ وتلميذة. لافتات معلقة في كل مكان، وفي الفصول الدراسية وضعت الطاولات على مسافة 1 متر على الأقل. قبل كوفيد كان يجلس ما يصل إلى 60 تلميذا وتلميذة في هذا الفصل، والآن أقل من نصف العدد. من 1400 تلميذ وتلميذة في مدرسة ويستلاندز الابتدائية في نيروبي حضر أقل من الثلث. يسمح فقط للصفين 4 و 8 بالعودة، حيث من المقرر أن يخضعوا للامتحانات في الربيع المقبل. لم يتبقى الكثير من الوقت لتعويض ما فات. جينيفا وضعها جيد، فهي من بين المتفوقين في فصلها. اليوم بالنسبة لها هو أهم حدث في الأسبوع. أنا سعيدة بالعودة إلى المدرسة وآمل أن تتراجع الإصابات قريباً وأن يختفي هذا الوباء إلى الأبد.